نوبيليس معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحة الأرصاد الجوية ترتقب لظهيرة اليوم، أجواء على العموم مشمسة بكل المناطق الشمالية عدا بالهضاب الوسطى وكذلك الغربية، حيث الأجواء غالبا ما تكون مغشر شبه رعدية نحو الهضاب الغربية. هذه الرعود أو هذه السحب قد تنتقل ليلا نحو سواحل الغربية، أجواء مغشاة أيضا بثورة بشمال الصحراء، تنتقل هذه السحب تدريجيا نحو منطقة الواحات وهذا خلال أواخر الليل، لكن على العموم تبقى بدون فعالية، كما ستنشط بعض الزوابع الرملية بالجنوب الغربي بشمال الصحراء بمرتفعات الهجر وتسيلي وأقصى الجنوب. الحرارة قصوى خلال ظهيرة اليوم، ترتفع إلى 30 درجة بغليزان 27 درجة بتلمسان، 25 درجة بوهران، 28 درجة بالبيض. أما بالمناطق الوسطى والشرقية ستتراوح ما بين 20 إلى 23 درجة، جنوبا 32 درجة بشمال الصحراء، كذلك بإليزي 33 درجة بجانات، 29 درجة ببسكرا إلى غاية ورقلة، 34 درجة منتظرة ببشار إلى غاية تندوف، ترتفع إلى 39 درجة بوسط الصحراء وترتفع أكثر لتقرب 40 درجة بأقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم ما بين 7 إلى 9 درجات بين قسنطينة خنشلة وباتنا، 10 درجات بعنبة بسكيكدة بجيجل بجاية إلى غاية العاصمة، كذلك بتيزي وزو، 14 بوهران وتلمسان، 17 بغليزان، نفس المقياس بغردايا، 18 درجة بثمن راس، 19 بكل من بسكرة بالوادي إلى غاية إنامناس وإليزي، 22 درجة ببشار، 17 بتندوف، ترتفع إلى 26 درجة كعلى مقياس هذه المرة بالصحراء الوسطى بالتحديد بأدرار. فيما يخص البحر خلال نهار اليوم سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب نحو سواحل الغربية، هنا الرياح ستشتد إلى غاية 60 كيلومتر في الساعة، تتنادى تيارات شمالية شرقية تدور إلى شرقية تماما نحو سواحل الوسطى، سرعتها معتدلة وتبقى ضعيفة على العموم بسواحل الشرقية متغيرة الاتجاهات. عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود 24 دقيقة بعد 7 مساء. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، تقبل الله صيامكم وصح فطوركم.